لكمان مرة أنا سعيد اليوم إني موجود معكم في مدينة العقبة. أنتوا رعية القديس نيكولاوس، هذا القديس العظيم. عندكم قديس شفيع عظيم اللي هو القديس نيكولاوس، لأنه القديس نيكولاوس في عجائب كثيرة إله بحياة كثيرين من أبناء الكنيسة المؤمنين. وبفتكر في الأردن إله ميزة خاصة، لأنه منشوف القديس نيكولاوس في الجنوب هون في أقصى الجنوب في العقبة، منشوفه في الشمال في الصريح في كنيسة القديس نيكولاوس، ومنشوفه في وسط عمان في كنيسة ماركا القديس نيكولاوس. موجود عندنا في الأردن، وشفاعته هي تحمي الوطن بأكمله، لأنه حقيقة من أعظم قديسي الكنيسة القديس نيكولاوس. أبنائي، بتمنى لكم بعيده، بعيد الكنيسة اللي كان يوم الخميس الماضي ونحن إجينا اليوم حتى نحتفل فيه، بتمنى لكم كل سنة وإنتوا سالمين. وبتمنى لكم بهاي الفترة اللي فيها نحن منجتاز صوم الميلاد المجيد، إنه يكون صوم مبارك مليء بالثمار الروحية حتى ينولد المسيح في مغارة نفسنا، لأنه هذا هو هدف الصيام، وهذا هو هدف الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إنه الله يتجسد في قلبنا في حياتنا. ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. هذا هو الميلاد. كيف منا نخلي الله حي معنا في حياتنا، ساكن في قلبنا، نفكر معه ونفكر فيه، ونفكر حتى بنعمته هو كل أفكارنا تكون صالحة، وقلبنا يكون نقي، وحواسنا تكون مرضية لإله ولمشيئته، وكل أعضاءنا تعمل بحسب إرادته. هيك الإنسان بتقدس. كونوا قديسين، كونوا كاملين كما أبوكم السماوي كامل وقدوس. هاي هي ميزة المسيحي اللي بعيش هون في هاي الأرض وفي هاي الحياة، وهو بتقدس، هدف حياته التقديس، وكل شيء بيجي بعد هذا الشيء. ربنا أبنائي يعطينا كلنا إنه نحتفل عيد الميلاد ليس مظاهريا ولا اجتماعيا ولا احتفاليا، ولكن روحيا، وينولد المسيح في قلوبنا، في بيوتنا، في مؤسساتنا، وفي وطننا اللي هو يحمينا ويعطي كل واحد منه كل واحد منا بحسب حاجته وصالحه الروحي. استمعنا اليوم للنص الإنجيلي وشفنا هاي المرأة اللي كانت 18 سنة وهي في المرض، آمنت في المسيح، والمسيح بإيمانها شفاها. وهون بإنجيل اليوم ونحن منستعد لاستقبال عيد الميلاد، الكنيسة وضعت هذا الإنجيل حتى يأكد لنا قديش أهمية الإيمان. الإيمان كتير مهم بحياتنا اليومية. أهمية الإيمان بتكمن إنه نحن بنؤمن بإيمان واحد، وهذا الإيمان هو إيمان الكنيسة، إيمان عقيدة الكنيسة. وهون مسؤولية روحية على كل واحد منا، كيف منا نؤمن صح بإلهنا الواحد المثلث الأقانيم. وهون بيجي إيمان الكنيسة اللي نحن بنحكيه بدستور الإيمان، لما بنحكي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، ما بنحكي نؤمن ولكن بنحكي أؤمن أنا، لأنه الله رح يسألني يوم الدينون الرهيب شو الإيمان اللي أنت أمنت فيه، وليش ما تبعت الإيمان المستقيم الرأي. فمعناته في علينا مسؤولية روحية اللي سنساءل عليها يوم الدينونة على إيماننا العقائدي يكون سليم، اللي لازم نهتم بإيماننا العقائدي يكون سليم. ونحن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، أبناء الكنيسة الوطنية المحلية، كنيسة الألفين سنة
بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اللي أعطينا البشارة للعالم وثبتنا الإيمان المسيحي بكل أبعاده الروحية والإيمانية العقائدية. علينا مسؤولية أكبر وأكثر إنه نحافظ على إيماننا الأرثوذكسي كما استلمناه من آبائنا وأجدادنا. فمن جهة الإيمان العقائدي اللي هو إيمان الكنيسة اللي لازم نحن نعرفه صح ولازم نؤمن فيه صح عشان ما نتعب عشان ما نتبع أي بدعة أو أي هرطقة اللي بتجينا، وما أكثر البدع اللي بتنتشر في بلادنا بهاي الفترات اللي بتحكي لنا عن المسيح بطريقة مشوهة اللي بتشكك بأمنا العذراء وبشفاعة القديسين والقديسات. علينا ننتبه أبنائي إنه نحافظ على إيماننا سليم وصحيح. البعد الآخر من الإيمان هو الإيمان الشخصي. أنت بداخلك كيف بتؤمن؟ مش كيف بتؤمن عقائديا بالله، لأنه حكينا هو الجانب الأول، ولكن الجانب الثاني هو كيف بدك تفعل إيمانك أنت الشخصي في حياتك. يعني كيف بدك وإنت في الضيق أو في الشدة تؤمن إنه الله هو رح يرتب لك الصالح؟ كيف بدك تختبر محبة الله لإلك وصلاح الله لإلك؟ كيف بدك تثق في هذا الصلاح بحياتك؟ كيف بدك تثق بتدبير الله اللي بيدبره لإلك بحياتك؟ وكيف تكون في علاقة شخصية من خلال أسرار حياة الكنيسة مع الله اللي تشعر بوجوده، اللي تعيش محبته وتتفاعل مع محبته اللي دايماً بتغمرك، لأنه محبة يسوع دائماً بتغمرنا. نحن غير المستحقين، لأنه نحن مش مستحقين لهيك محبة عظيمة من ربنا، ولكن هو بحبنا. نحن لازم نتفاعل مع هاي المحبة إيمانياً، وهي الإيمان بتفاعلنا مع محبة الله بخلينا إنه نغير مسار حياتنا حتى يكون مرضي لربنا، وهيك الله بيكون حي بحياتنا. مش معناته وقتها إنه مش رح نغلط أو نخطي، لا رح نغلط ورح نخطي، ولكن أهم شيء إنه نعرف كيف نتوب. الآباء القديسين بيحكوا الخطية أو الخطأ هو بشري، لأن نحن بشر بنقع في أخطاء، ولكن بيحكوا عدم التوبة هو شيطاني. إنك ما تتوب هذا شيء شيطاني، فمعناته إذا أغلطنا أو أخطينا عندنا طريق التوبة، نرجع رأساً ونحكي يا أبتي قد أخطأت أمامك وأمام السماء والأرض ولست مستحقاً أن أدعى لك ابناً، فاجعلني كأحد أجرائك، ارحمني يا الله. بالتوبة بسر الاعتراف نيجي ومنتوب، وبالتالي منغير مسار حياتنا. هذا الشيء كتير مهم، عشان هيك بيحكوا الآباء إنه الإنسان يغلط ويخطي زي ما حكيت هو بشري، ولكن عدم الرجوع عن الغلط والخطية هو شيطاني، وأما التوبة فهو ملائكي. الملائكة كمان سقطت وصارت شياطين، ولكن باقي الملائكة اللي أنقذها مين؟ لما حكى رئيس الملائكة لنقف حسناً لنقف بخوف، والله الملائكة بطلت تنزل وتصير شياطين وبقيت ملائكة. فمعناته التوبة هو عمل ملائكي. قديش بتفرح السماء والأرض بإنسان خاطئ يتوب. عشان هيك رسالة الكنيسة هي رسالة توبة وخلاص. وعشان هيك المرأة في إنجيل اليوم اللي أجت وطلبت الشفاء، الشفاء من مرضها الطويل، ربنا شفاها لأنها آمنت، إيمانها أعطاها الشفاء. ففي حالات الإيمان بعطي الشفاء، وفي حالات بقاء المرض فينا هو الشفاء أيضا لنفسنا، زي ما بيحكي الرسول بولس: وإن كان الجسد بتألم بتوجع، ولكن الروح عمالها بتتطور بتتقدم بتشفى بتتقدس. وهون منشوف هذا الإشي في إنجيل اليوم، قديش هذا الشيء اللي عمله يسوع يوم السبت
لأنه يوم السبت كان مقدس عند اليهود، عشان هيك استاءوا إنه كيف عمل أعجوبة، وعشان هيك المسيح أدانهم، لأنهم كانوا مسكين الناموس بطريقة خاطئة، بطريقة الحرف. الحرف يقتل ولا يحيي، ولكن الروح هي بتحيي. عشان هيك قبل شوي حكيت لكم في الكنيسة في توبة، ما في حرف، الحرف بقتل ولكن الروح هي اللي بتحيي. عشان هيك شفنا إنجيل اليوم، السيد كيف تكلم مع هاي المجموعة، وهاي المجموعة موجودة عبر كل العصور، اللي دائما بدها تفسر الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة بطريقة خاطئة، بطريقة حرفية، بطريقة ما إلها علاقة بجوهر وحياة الكنيسة. وعشان هيك المسيح بإنجيل اليوم حكى لهم: يا مرائي، أنت ما بتفك حمارك يوم السبت أو ثورك وبتوديه حتى تشربه مي، وأزعجك إنه أنا شفيت هاي المرأة؟ أدان المسيح هاي المرآة، أنك تتظاهر بشيء وإنت جواتك شيء تاني. هذا الشيء علينا نحن كمان مسيحياً إنه ننتبه له، حتى ما نقع في فخ الحرف، ولكن نبقى في مجد وبهاء الروح. الروح هي اللي بتخلص، أما الحرف يقتل. وهون بيجي في الكنيسة في عنا باب كتير مهم، وعشان هيك عنا القداس الإلهي. ما بتتخيلوا أبنائي قديش القداس الإلهي بتاخدوا في بركة انتوا. أنا عشان هيك اليوم حبيت إني، وأنا دائما في كل قداس بعمله بقرأ الأفشين، إذا انتبهتوا كنت حابب تسمعوا الأفشين اللي بتصير في الخدمة في القداس الإلهي. العمل اللي بيصير في القداس الإلهي عمل عظيم، في كل التدبير الخلاصي اللي تم من أجلنا في هاي الساعة، ساعة ونص، يعني منعيش كل حياة يسوع على الأرض في هاي الساعة ونص. يعني والكاهن هو على المذبح غاد بيسوي الذبيحة، المسيح بنولد في مغارة بيت لحم. لما الكاهن بيطلع بالإنجيل في الدورة منشوف يسوع بالمعمودية في نهر الأردن، وهو بعدين يطلع ويكرز يبشر ويعمل عجائب في الشعب اللي أنتو شعبه. عشان هيك بيطلع الإنجيل اللي هو المسيح وبيمر من خلالكم. في الدورة الثانية بعد ما نرتل قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا، اللي في استدعاء لرحمة وحضور الإله الواحد المثلث الأقانيم، قدوس الله الآب، قدوس القوي الإله الإبن، قدوس الذي لا يموت الإله الروح القدس ارحمنا. وبعد هاي المشاركة بنقرأ الرسالة والإنجيل، وبعدين تطلع دورة الكاس. دورة الكاس لإيش بترمز؟ بترمز ومنعيش وقتها، مش بس بترمز، نحن منعيش حدث دخول المسيح لأورشليم. يعني منشوف المسيح رايح لألامه، منشوف محبة المسيح. عشان هيك بحكي الكاهن: جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة، كأنه بحكي لكل واحد فينا: يسوع بحبكم، يسوع بذكركم، ومخدكم معه حتى تصلبوا معه وتقوموا معه. عشان هيك مين أجا منكم بالسحر؟ كنتوا قليلين، نعم، يمكن اثنين أو ثلاثة. بعد إنجيل السحر اللي بنقرأه من الهيكل حكينا شو؟ حكينا: إذ قد رأينا قيامة المسيح. يعني مش قيامة المسيح صارت قبل 2000 سنة بس، نعم صارت قبل 2000 سنة، ولكن أنا في الكنيسة بشوفها هلأ. عشان هيك حكينا: إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجدن للإله القائم من بين الأموات. وبالصليب أتى الفرح للعالم. نحن منشوف، نحن مننظر، ونحن منعيش. عشان هيك دورة الكاس هي دخول المسيح للقدس، لأورشليم، وذهابه للألام الخلاصية من أجلنا. وعشان هيك بعدين ببلش الكلام الجوهري اللي منسميه، اللي ببلش بيه الكاهن بحكي لنا الأبواب، الأبواب بحكمة لنصغي. أني أبواب؟ باب الكنيسة سهل منسكرها بسرعة هاي، بس أني أبواب؟ أنا أبواب نفسنا، أبواب قلبنا، أبواب قلبنا. عشان هيك بحكي الأبواب، الأبواب بحكمة لنصغي. وبعدين بتبلشوا إدوا كلنا مع بعض نحكي دستور الإيمان: أؤمن بإله واحد آب ضابط الأول، اللي هو إيمان، هو دستور إيمان الكنيسة وإيمان كل واحد فينا اللي في المعمودية تعمدنا على هذا الإيمان بجرن المعمودية. وعشان هيك بهذا الإيمان اللي بتعترفوا فيه شو بحكي لكم بعدين الكاهن؟ لنقف حسنا، لنقف بخوف. يعني ضلكم واقفين على هذا الإيمان، أوعكم تتغيروا عنه
وتتركوه وتشكوا فيه أو تنكروه أو تتبعوا جهات تانية، ولكن ابقوا بقين فيه لنقف حسنا، لنقف بخوف. وقفوا على هذا الإيمان. وبعدين شو بحكي الكاهن؟ نعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم وبيبارككم. بعدين بحكي لنرفع قلوبنا لفوق. ليش نرفع قلوبنا لفوق؟ لأنه هلأ بده يصير إشي، الزمن بده يختفي من عنا، وهون بنخرج خارج الزمن في الكنيسة، الزمن بيلتغي، ندخل في الأبدية، لأنه حيث يحضر المسيح بيلتغي الزمن، بيبطل في زمن، في المسيح حاضر، حضور المسيح خلاص بيلتهي، بدنا ندخل في الكلام الجوهري. وعشان هيك بحكي لنصعد قلوبنا لفوق. بعد ما نرفع قلوبنا فوق ما في إشي غير إنه نشكر ربنا. عشان هيك بحكي لنا لنشكر الرب، ما في إشي تاني. لما بترفع قلبك لفوق ما بتشوف إشي تاني غير إنك تشكر الرب لمحبته لإلك اللي هو غامرك فيها. وبعدين بنحكي وبتسبيح الظفر مرنمين، وبيبلشوا المرتلين، وانتو قدوس قدوس رب السباوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك. وسمعتوا الأفشين اللي قرأناهم اليوم. بعدين بيبلش الكلام الجوهري، بيحكي القديس نيكولا، نعم بتسمع صوت الكاهن، ولكن هو صوت المسيح اللي بيحكي لك خذوا كلوا هذا هو جسدي، واشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. بعدين بنرفع الكاس والصينية. على الصينية بيكون فيه القداس اللي نحن قدمناه على المذبح الصبح، وبيكون صاير عليه كل الآلام تبع المسيح، يعني صلب المسيح وطعنه ونزول الخمر والنبيد، النبيد والمي اللي طلع من جنب المسيح كله بيكون موجود في الكاس وفي الأدوات. عشان هيك بنرفعه وبنحكي التي لك مما لك، هدول منك انت عطيتنا اياهم، الخبز والكرمة، الخبز والعنب، ولكن التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء. يعني الإلك أنت أعطيتنا إياه ونحن منقدمه لإلك، حتى شو أنت ترجع لنا إياه؟ جسد ودم مسيحك. وعشان هيك بعدين منبلش في الاستحالة. عشان هيك في استدعاء للروح القدس، حلول الروح القدس. وإذا سمعتوا بالأفشين، أما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا. هون بتحول بهاي اللحظات. عشان هيك الكل إذا ما كانش يوم أحد الكل لازم يكون راكع في هاي اللحظات في الكنيسة، لأنه في حلول الروح القدس اللي بيحول الخبز لجسد والنبيد لدم المسيح. بيحكي القديس كيرلس الأورشليمي، نعم بتاخذوا المذاق في خبز ونبيد، ولكن هو جسد ودم المسيح نفسه. عشان هيك بعدين بنحكي أبانا الذي، اللي كلنا أبناء لله في هاي البنوة اللي خلصنا فيها وافتدانا بكاسه ودمه. بعدين بيجي الكاهن وبيحكي بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدمه. وهيك منيجي منتقدم للمناولة بعد استعداد، لازم يكون مستعدين للمناولة. وهذا الاستعداد في توبة وفي حياة روحية اللي منقدمها نحن كأفراد بحياتنا اليومية، حتى نقدر نيجي ونتناول جسد ودم المسيح. منصلي صلاة المطالبس اللي هي جزء منها قرأوها أبنائنا اليوم، اللي هاي كل واحد لازم يصليها بالبيت قبل ما يجي يتناول. هاي الصلاة هي صلاة قبل المناولة، وفي صلاة الشكر بعد المناولة، رح تسمعوها كمان بعد المناولة، رح يقرأوها اليوم أبنائنا. فبالتالي هيك منيجي وبعدين منعيش حدث الصعود للسماء، ورح تسمعوا الأفشين بعدين صعود حدث المسيح للسماء وحلول الروح القدس. وكله هذا منشوف كل التدبير الخلاصي منعيشه كله بهاي الساعة ونص في القداس الإلهي. أبنائي ربنا يحميكم، نعمة ربنا تكون معكم، بحبكم كتير، وبحب أحكي لكم إنه كمان صلاة ودعاء صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث اللي حكى لي عن كلكم محبته لإلكم، وإنه نحن ككنيسة كبطريركية مش نسيكم، رح نكون أكثر قريبين منكم ضمن البرنامج اللي هلأ رح نحطه في المطرانية في عمان ببركة صاحب الغبطة، حتى نقدر إنه كل إشي يصير كما يجب كمان لهون للرعية في العقبة. أبنائي نعمة ربنا تكون معكم، ومن الفائقة القداسة تحميكم، القديس نيكولاوس شفيعكم يكون معكم، ودائما تكونوا بخير ونعمة وبركة. أمين.